يقول لك انه انا رجل واحتاج الدعم العاطفي، هاشتاج اطلقوه مغردون تفاعلا مع حمله بدت بتغريده كتبها الدكتور عبد الله غازي لتشجيع الرجل انه يستخدم حقه الانساني. انه يستخدم مين؟ حقه الانساني في التعبير عن الحزن والضعف، وانه يبحث عن الدعم العاطفي والنفسي لو احتاجه. والله حسب نتائج المسح الوطني للصحة النفسية بالسعودية، قالت أنه 83% من اللي يعانوا مشاكل نفسية يسعوا دائما أنه يحصلوا على استشارات نفسية أو خدمات علاجية، وهذا الرقم صراحة ما هو قليل يا هاني. احنا نقول أنه هذا المسح مشاهدينا عام 2017 أيه. يعني مو في ثلاث سنين، ممكن تغيرت، يمكن زادت، يمكن نقصت، ما نعرف. يعني في وعي في الموضوع. احنا راح نتكلم عن هذه الحمله مشاهدينا وتفاصيل الموضوع مع الدكتور عبد الله غازي، طبيب مختص في الاستشارات النفسيه والاسريه، انضم لنا من ولايه الاباما. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، كيف حالك؟ اهلا يا دكتور. والله الحمد لله بخير. دكتور، في البدايه حابين احنا يعني نعرف من عندك اكثر عن هذه الحمله، وكيف جاء التفاعل بشكل، يعني ما شاء الله جاء التفاعل بشكل غير متوقع، منها الايجابي ومنها السلبي، فلو يعني يا ليت تخبرنا اكثر. طيب، انا كتبت التغريده في الفتره اللي انا كتبتها فيها كانت الذكرى السنويه لاعلان بريطانيا قبل 2018، يعني الذكرى السنويه هذه السنه لاعلان 2018. في بريطانيا مشكلة الوحدة ككارثة قومية في بريطانيا، في ذيك الفترة عينوا وزير للوحدة لونلنس، وسووا برنامج وطني للتعامل مع هذا الشيء. في البرنامج هذا اكتشفوا أن الذكور عندهم نسبة وحدة أعلى بكثير من الإناث، أعلى بكثير، يعني هم الاثنين عاليين جدا، لكن في بريطانيا دكتور صح؟ في بريطانيا. أوكي. نعم، الكارثة الوطنية في بريطانيا. ولأنه بريطانيا أجرت مسح لدراسة هذا الشيء وشافته، والشيء هذا أصبح ظاهرة بعد الحدث هذا، أنه ظاهرة موجودة في كذا مكان، وأي بلد يسوي دراسة أو مسح في هذا السياق حيلاحظ أنه مستوى الإحساس بالوحدة عند الذكور أعلى من الإناث، خصوصا في 40 سنة وأقل. وهذا الشيء هو اللي خلاني في ذاك اليوم، في ذكرى هي كانت زي الحملة العالمية. نعم. في ذاك الوقت أنه إحنا الذكور الرجال نحتاج أن نقدم الدعم العاطفي لبعض. نعم. ونطلب الدعم العاطفي من بعض، من أصدقائنا في نفس الوقت. طيب دكتور، بعد التغريدة يعني أطلق هاشتاج من قبل مؤيدي فكرة الدعم العاطفي للرجل، هاشتاج بعنوان أنا رجل وأحتاج دعم عاطفي، من أكثر يعني من أكثر الأشخاص اللي يعني دعموك بهذه الحملة؟ والله أشخاص ما أعرفهم، يعني كلهم من السوشيال ميديا بشكل أو بآخر، لكن يبدو أنه الحملة نفسها لامسة تويتر، لأنه إحنا إذا النسب هذه صحيحة وتنطبق أيضا في الوطن العربي. نعم. فالإحساس هذا لحظة قراءته من قبل المتابعين في تويتر أكيد مسهم بطريقة أو بأخرى، أنه فعلا نحن نحتاج نتكلم مع بعض، نحتاج ندعم بعض، نحتاج نكون موجودين لبعض، لأنه هذا دور الأصدقاء في حياتنا. طبعا نحتاج هذا الإنسان اللي نقدر نتكلم معاه ونشارك هموم حياتنا في هذه الدنيا المتقلبة اللي يوم فوق ويوم تحت، ويكون موجود ويسمعني، وإذا طلبت المساعدة يساعدني أيضا. طب الدكتور، يعني بس قبل ما نكمل حديثنا، يعني أنت أخذت دراسة يعني من بريطانيا، وأنت قلت إن هم يعني عندهم نسبة وحدة كثيرة، بس هل تعتقد إنه هذا ينطبق على مجتمعاتنا العربية، بحيث إنه يعني أوقات خاصة هنا أغلب الرجال بيعيشوا مع أهليهم لما يتزوج، بعدين يروح لبيته مع ويبدأ عيلته الخاصة، فيعني إحنا الحمد لله عندنا روح العيلة في المجتمعات العربية. أنا ما بتكلم، أنا والله كنت عارفة، أنا ما بتكلم على المشاعر. في مسح الحين مسوين 2017 83% هذا في السعودية، بس أقصد أنه هل له علاقة، سؤالي هل له علاقة بالوحدة، أو له علاقة كيف يتربى الرجل في العالم العربي أنه عيب أصلا يبكي، عيب أنه يزعل، أو عيب يظهر مشاعره، كونه لازم يكون قوي، هذا الهدف من التعليق. السؤال ممتاز، وأعتقد أنه مشابه النسب أو مقاربة أو المشكلة أقل شيء ممكن تكون مشتركة في وطننا العربي وفي بريطانيا، لأنه من أسباب الشعور بالوحدة عند الذكور هو هذا القالب أو الإطار بين علامتي تنصيص الرجولي اللي أنت وصفتيه تماما. أي. أنه هو السبب في هذه النسبة العالية عندهم، وهذا الشعور نفسه وهذا القالب نفسه موجود عندنا في الوطن العربي وفي كثير من الثقافات أيضا، أنه الرجل لازم يكون هو الجدار، الصخرة اللي ما يظهر ضعفه لأحد ولا يشعر بالضعف بداخله ولا يعترف بوجود هذه المشاعر الإنسانية. إحنا بشر وعندنا هذا الطيف من المشاعر. نعم. كلنا سواء شئنا أم أبينا. صح. فوجود هذا القالب المشترك اللي أدى إلى تنامي الأزمة، وكان أحد أسباب تنامي الأزمة في بريطانيا، هو موجود عندنا. نعم. وقد يكون أس اثنين، يعني مضاعف عندنا في الوطن العربي،
مما يجعلني أتوقع أنه هذا الشيء أيضا موجود عندنا. طبعا لسه ما في دراسة وأرقام تثبت بشكل واضح وكامل وجود هذا الشيء، لكن يبدو ردة الفعل من الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي تدلنا أنه ترى إحنا عندنا مشكلة. نعم دكتور، خلينا يعني نرحب بالدكتور ركان أحد مؤيدي حملة الدعم العاطفي للرجل ونسمع من عنده أكثر. صباح الخير. صباح الخير دكتور ركان. صباح النور استاذ هاني، صباح النور استاذ ساره، دكتور عبد الله غازي وجميع المشاهدين في شاشه كل العرب. صباح الورد عليك دكتور ركان. يعني اسباب تأييدك لهذه الحمله على الصعيد الشخصي والفكري، يا ليت تعرفنا على الموضوع. والله انا في البدايه لما شفت الهاشتاج اللي اطلقه الدكتور عبد الله غازي صراحه مس فيني وتر حساس، بما انه انا يعني خريج كليه الطب، فهذا معناته انه قلق شديد وورك لود عالي وستريس كثير. فانا من وجهه نظري يعني وتجربتي الحمد لله انا محظوظ انه كان عندي سبورت سيستم، محظوظ انه عندي كان مجموعه دعم مكونه من والدي ووالدتي واصحابي. الحمد لله دائما كنت يعني كان عندي البيئة الآمنة اللي تحتويني سواء في ضعفي أو قوتي وبدون ما حد يحكم علي. نعم. غير الدراسة دكتورة كان، هل تحس أنك أنت مثلا مريت بتجربة حسيت أنك أنت لازم تتكلم عنها أكثر، وهل كان عندك أكثر من عيلتك يعني في أكثر ناس تقدر تشتكيهم ولا لا؟ والله كان عندي الحمد لله وإلى الآن عندي الحمد لله مجموعة أصدقاء ومجموعة ناس قريبين مني يعرفوا الحمد لله يعرفوا مشاكلي ويقدروا مشاكلي، وأغلبهم رجال يعني، فعندهم الحمد لله قدموا لي الدعم العاطفي وقدموا لي الدعم النفسي، فأنا لولاهم الآن ما تخرجت من كلية الطب بمرتبة الشرف لولا ما شاء الله يعني أهلي وأصدقائي. ما شاء الله. ألف مبروك على هذا التخرج دكتور. الله يبارك. دكتور ركان، يعني أنت يعني ناخذ سؤال فرضي، هل ممكن انت مثلا هذا الدعم العاطفي يعني تطلبه من شريكتك في الحياه؟ ممكن اذا صار عندك ابناء تشاركهم بعض هذه الهموم، ولا المساله لا مقتصره على الوالد الوالده وبعض الناس المتخصصين او المقربين؟ لا طبعا المفروض يعني ما في علاقه زوجيه وعلاقه اسريه صحيه الا لازم فيها السيء والكويس. فابسط شيء ممكن اسويه بيني وبين شريكه حياتي انه نكون بعض، نكون سند البعض، نكون دعم البعض. ممكن انا ازعل هي تطبطب، ممكن هي تزعل وانا اطبطب، فالعلاقه طيب ممكن انت تزعل وهي تزعل يصير من يطبب عليكم دكتور عبد الله ونبدا طيب دكتور ركان، احنا شاكرين لك هذه المداخله القيمه، يعطيك الف عافيه ونتمنى لك التوفيق يا رب. وشكرا دكتور عبد الله، يعني فعلا احنا شفنا تاثير الحمله، وهذا هو الهدف يعني من السوشيال ميديا انه احنا ناخذ الايجابيات من الموضوع. ايش رايك في كلام دكتور ركان يا دكتور عبد الله؟ اولا انا جدا فخور بدكتور ركان لانه فعلا هو يعكس الفطره البشريه السليمه، انه احنا كاشخاص نحتاج اشخاص حوالينا نثق فيهم عشان نتقدم في هذه الحياه، نحتاج الأصدقاء، نحتاج الأقارب، وجود العلاقة الصحية ووجود الثقة، وهذا أهم شيء، إنه أنا واثق بنفسي لدرجة إني أقول إني أنا أحتاج المساعدة، لأنه أكثر شيء مؤلم في الدنيا إنه أنا ما عندي ثقة في نفسي وعندي خوف من طلب المساعدة لأني متأثر بقالب معين لمنظر الرجولة يقتضي إنه أنا عمري ما حطلب المساعدة، لكن أنا إنسان وأحتاج مساعدة، خصوصاً في الفترة الصعبة. أنا زيارة كان مريت كلية الطب، كلية الطب لا يمكن كنت إني أتخطاها لولا أصدقائي وأهلي، وأحياناً كثيرة هم انتشلوني انتشالاً ووقفوني على رجولي ودفعوني للأمام. وجود هذه الأشخاص في حياتنا يساعدنا على التقدم، وغيابهم مؤذي لنا، خصوصاً لو غيابهم كان بسبب اعتقاد داخلي منا بأنه إحنا ما نحتاجهم، يكون هم موجودين ويبغى يساعدوا ونحن نمنعهم. هذا المحزن للغاية. طيب دكتور، ماذا يعني الدعم النفسي والعاطفي للرجل، وكيف يعرف الرجل أنه بحاجة لهذا الدعم؟ هذا السؤال صعب وليس سهل، لأنه أول شيء شقين، ماذا يعني الدعم النفسي والعاطفي للرجل؟ الدعم النفسي لمن أنا، هم متداخلين جداً لأنه emotional وpsychological ومدخلين في بعض، لكن أحياناً كثيرة المشاعر السلبية اللي تعتري الإنسان سواء كان من وحدة، من حزن، من خوف، كل الأشياء هذه اللي مرتبطة للأسف في مجتمعنا بلحظات ضعف. هذه لحظات الضعف لا تقلل منا شيئاً، لا تقلل من شخصيتنا، لا تقلل من رجولتنا، لا تقلل من ذكورتنا، كلها تعني أنه إحنا بشر. وجود أشخاص حوالينا نقدر نطلب منهم مساعدتنا في هذه اللحظات هي اللي تساعدنا على تجاوزها بإذن الله. لأنه إذا قدموا لنا هذا الدعم وهذه المساندة في هذه اللحظات الصعبة
يخلينا نقدر نتجاوزها أو أقلها ما نشعر أنه إحنا بمتردنا، ويروح شعور الوحدة اللي كثير من الرجال للأسف يمرون فيه. دكتور قد إيش هذا الموضوع مهم وتأثير كبت المشاعر؟ يعني حتى مثلا نقدر نربطه بإيش؟ يعني هل نقدر نربطه بالتعنيف اللي قاعد يصير أو بالتجريح أو يعني إيش لو كبت المشاعر إيش مستقبله؟ إيش ممكن يصير فيه؟ سؤال ممتاز جدا. اولا كبت المشاعر لا يعني غياب المشاعر، اذا انا كبتها لا يعني انها طارت واختفت. كل اللي سويته اني حطيتها في قدر ضغط وتقعد تنضغط تنضغط تنضغط، خصوصا لو مصادر المشاعر السلبيه ما زالت موجوده، حترتفع وترتفع ترتفع حتى لحظه الانفجار. لحظه الانفجار هذه احيانا كثيره للاسف تكون زي انت ما قلتي تماما على هيئه تعنيف، تعنيف لابنائي، تعنيف يعني لزوجي او زوجتي، للاشخاص الموجودين. والتعنيف ليس بالضروره جسدي، رغم انه احيانا كثيره يكون جسدي، لكن ممكن يكون ايضا نفسي، ممكن يكون ايضا لفظي. هذه كلها من اشكال انفجار المشاعر اللي انا كبتها من سنين. لو نفستها مو لازم احلها، هي الفكره انه ما هو كله يا ابيض يا اسود، احيانا مجرد التنفيذ يساعدنا على تفادي هذه اللحظات. الفضفضه هذه جدا مهمه. طيب دكتور، اذا كان في رجل مثلا خلي يعني أنه متقبل فكرة تلقي الدعم العاطفي والنفسي لكن المحيط رافض، فهل في هناك حل للتخلص من الحواجز اللي يرسمها المجتمع؟ هذا سؤال صعب ويمر في كثير. أنا أسئلتي صعبة وأسئلة سارة ممتازة. ممتازة. هو الدكتور كذا قال، أنا ما لي دخل. دكتور ظاهر دحين يقول رجل ومرأة مشاعر ويدخل الموضوع في بعض. دكتور ظاهر بعد الفقرة هذه تحتاج دعم نفسي من أسئلتي. أنا أديك دعم نفسي يا دكتور ولا يهمك. أنا لوم المعدة اللي هو بهذه الطريقة. طيب. أمور اللي أنا أقصده أنه هذا فعلا موقف نجد فيه إحنا كذكور نفسنا بشكل كبير، أنه إحنا خلاص أنا جاهز وأنا عندي الاستعداد والقابلية، لكن إحنا برضو أبناء محيطنا والمشكلة ما لأنها كانت عندي فيبدو أنه هي في محيطي أيضا. ماذا أفعل؟ في هذا السياق أول شيء لازم أتقبل أنه المحيط عنده نظرة وتصور معين لكيف أنا مفروض أكون كرجل. هذا التقبل لا يعني الخضوع. أنا لازم أعرف فين أولوياتي وش اللحظات اللي أنا سوف أتجاوز محيطي عشان أبحث عن المساعدة وهذا الدعم. أحيانا كثيرة إذا ما أقدر أحصل في محيطي وأنا فعلا أحتاجه أقدر أروح لإنسان مختص. الإنسان المختص هذا شغله وتدريبه يخليني يجبره أنه هو يساعدني بهذه الطريقة، وفي نفس الوقت الخصوصية العالية عنده اللي تؤدي لسحب رخصته لو هو بشكل أو بآخر ما حافظ على هذه الخصوصية. يديني إحساس بالأمان في محيطنا اللي ممكن يركز على هذا الشيء بشكل كبير. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية، نتمنى لك يوم جميل.